معانا هدى من الجيزة، اتفضلي. ايوه يا استاذة هدى، اتفضلي معاكي. لو سمحت يا شيخ، بس انا ليا حلم والدتي، ممكن؟ اتفضلي. انا عايزة اعرف الدعاء ايه في الحلم، عشان بحلم كتير ان انا بدعي، يعني يعني للدعاء اللي انا بدعيه في الصلاة بدعيه برضو في الحلم. طيب، ده بيدل على قربك من ربنا، وبيدل على اللي انت بتتمنيه ربنا هيديهولك. ليه؟ لان ربنا قال، ربنا قال، خليكي معايا يا هدى. ايوه ربنا قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ربنا بيقول في القران: وقال ربكم ادعوني ايه؟ استجب لكم. يبقى انا كل ما بدعي، الدعاء اللي انا بدعيه ربنا هيستجيب لي، بس انا لازم يكون عندي حسن الظن بربنا. في بعض الناس بتقول ان احنا بندعي مش في استجابه في الدعاء. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اتاه سعد بن ابي وقاص فقال: يا رسول الله، ادعو الله ان اكون مستجاب الدعوه، ماذا قال له؟ قال: اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. والله اعلم واعلم.